صراحة شغلي نقول لك احنا فرحانين بزاف، فرحانين بزاف اللي كنشوفوا ناس اللي عطاو بزاف للكرة المغربية. باش كتشوف حسن ناظر، حسن العبيشة، فخر الدين، اللي زعما واخا كتشوف الجو يعني الشتاء والبرد، وهاد الناس يعني جاوا لباو الطلب ديالنا. يعني ما نكونوا غير فرحانين حنا هنا في لا جي بي ام. كيما شتي في الصباح كانت عندنا لو بخومي ماتش ديال لا جي بي ام، ماتش دو غالا كونتخ لي زارتيست، اللي تا هما كنشكروهم من هذا من هذا المنبر. و جوست ابخي يعني غتبدا لو تورنوا، لو تورنوا اللي فيها لي زيكيب ديال الماس، ليكيب ناسيونال، كو دي ام، ويداد، اي لي زانفيتي دونور ديال هذا العام اللي هما نادي صفاقس. مالوغوزمون الرجاء ما جاوش لاسباب يعني ما عرفناهاش. و فوالا دونك الامور ديزا على خير وبخير، والناس فرحانين وحنا فرحانين، والله يكمل بخير. السلام عليكم. اون ريفيان ا مكناس بور لا 3ييم اديسيون ديال التورنيو دو مكناس. انكور سيت اني افيك بوكو دو ماتوريتي ك لورغانيزاسيون اي فيت. Je voudrais féliciter mon ami Youssef Mokhles, le président de la Peña de Meknès, ainsi que tous les membres de la Directiva et les membres de sa Peña pour la qualité qui évolue de jour en jour. Voilà que cette année le tournoi il commence à prendre ses bras à l'international. Nous avons l'équipe, la grande équipe de Sfax. Nous avons une équipe catalane, nous avons les anciens d'Al Maghreb, etc. Donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et ça fait plaisir que ça soit justement organisé dans ce cadre-là. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم رائع جدا، التقيت فيه بنجوم كبار جدا واسماء كانت موجوده في فتره التسعينيات، في الالفيه الجديده، في الثمانينات، نجوم من اجيال مختلفه، من المنتخب المغربي، من الوداد، من النادي المكناسي. ذكريات جميله جدا. التقيت باعلاميين زملائنا كتير جدا من المغرب، التقيت باعلاميين جم من فرنسا ومن بلجيكا عشان يغطوا الحدث، فدي حاجه جميله ورائعه. استاذ يوسف مخلص رئيس جمعيه برشلونه في مكناس عمل مجهود رائع وبذل مجهود ضخم جدا في انجاح هذا المهرجان. التقيت كمان بالاستاذ يوسف اللي هو مسؤول عن رابطه مشجعي برشلونه في الدار البيضاء، وقال لي على خبر جميل ان شاء الله العام القادم هيكون في تظاهره كبيره في القاهره في مصر هيجمع فيها كل رابط برشلونه في العالم العربي. حقيقه يعني عملنا صداقات، عملنا علاقات، عملنا تواصل. التقيت بالمسؤول عن القناه الرياضيه المغربيه استاذ كمال ادريس، فهو ده المكسب الاكبر من الرياضه وده المكسب الاكبر من التواجد في مثل هذه التظاهرات. فبوجه الشكر لكل اسره طاقم العمل هنا في مكناس واللي مع الاستاذ يوسف مخلص. قبل كل شيء معناتها حبيت نحب باسمي وباسم معناتها قدماء النادي الصفاقسي نشكر اهالي مكناس واهالي معناتها المغرب على حسن الاستضافه، على راسم خونا المدير التنفيذي معناتها الاحباء برشلونه الاخ يوسف على حسن الاستقبال وعلى الفرح بينا لهنا في ولايه مكناس. اليوم انا كأونسيان جوار معناتها في نادي الصفاقسي، اليوم فما ملاعبيه كنت نلعب ضدها مقبل كسوا في المنتخب الوطني المغربي والا الرجاء والا الوداد، اليوم نشوفهم كفيتيران في التظاهره هذه حاجه فرحان بها برشا، فرحان برشا زاده في التظاهره هذه باللمه، خلينا نقولها معناتها لما ملاعبيه كانوا قبل يلعبوا في النوادي نتاعهم توا يلعبوا معناتها في التظاهرات هذه، خاطر التظاهرات هذه حبينا ونكرهنا راهي تقرب الشعوب لبعضها، تقرب الجماهير لبعضها، الفرق لبعضها. ان شاء الله نشوفوا كما شفنا اليوم في مكناس، ان شاء الله نشوفوا مره اخرى في صفاقس والا في ولايه اخرى من تونس، ومرحبا بكم ان شاء الله في تونس.